يعطيك العافية أبي. أهلين، تفضل. الحقيقة أنا صورت الأرض تبعي. سمعت، نصحوني أني صورها فصورتها. برأيك أنا غلطت بهالشي؟ أنت حر طبعا. في حدا إجا وهد السور، وسمعت أنه واحد من جماعتك. مين عمل هيك؟ يلي عمل هالشي يحكي فورا. مين حابب يوصخ اسمي قدام الناس؟ لآخر مرة، يلي هدو يحكي. أنا بابا، أنا هديته. طبعاً لأنه ما لزوم. بابا لو سمحت، هو يلي غلط ولازم يعتذر. أمير بيك، تسوير الأراضي وعزلة مو من عاداتنا نحن. ما كنت بعرف هالشي أبدا. طيب وهلأ عرفت هالشي؟ عصي، أنا مو جاي لأتخانق معك، بس لا تنسي إنه كل واحد حر بأرضه وبيعرف مصلحته منيح. وعلى أساس بدك تحلي الموضوع، من وين طلعتي لي بشغلة هد السور؟ أنت غلطتي، غلطة كبيرة كمان. بابا أنا مدافع عن حقوقنا. الحقوق تبعنا شغلة وهد السياج للعالم شغلة تانية. أنت بتعرفي أنك غلطتي وتسرعتي كتير، بتمنى ما تعيديها. هو صراحة أنا ما ارتحت له لهالشب أبدا، بس أنت إذا بتديري بالك أكتر بيكون أحسن. طبعا لازم ما ننسى نحط اجرينا على ارض ماكني، هالشي اكيد. مثل ما قلتي لازم ندافع عن حقوقنا كلها، بس ما بدنا نساوي اي مشاكل مع جيراننا. وين جزمتك؟ ما قلت لك ضل رسا؟ النظافة كتير مهمة يا ابني. بعتذر يا بيك، كنت مستعجل. صحيح روماني اشترى المحصول؟ ايه والله، ما حدا دفع لي اكتر. عم يقولوا انه امير داهية مصبرة يا بيك، لازم نعرف شو بده وشو جاي يسوي هون. ظن انه جاي عم يلاحق الماضي. انا كنت بعرف انه بده يجي اليوم ونواجهه، وإجا اليوم. بس شو اللي بيعرفوا عن الماضي ما بعرف، حتى صعب انه نعرف كمان. الظاهر حابب يلعب فينا بالاول بعدين يواجهنا بحقيقته. معناتها في احتمال كبير انه يكون جاي لصف حسابه، ما في غير هيك. طيب اذا كان بده ينتقم، مين هدفه؟ انا مين بده يكون غيري؟ مو بس سهولة القلوب تصفى، وخصوصي إذا كان بيعرف كل شيء يا عكاش. أنا كل اللي بدي إياه إنه مرتي وبناتي ما ينضروا من هالحساب هاد. بس ما يكون بدك تعطيه مجال ليصفي حسابه. لك عاصي ما عنده مزح بهالشغلات بالمرة، راحت عالسور وهدته وما سألت على حدا أبدا. مو معقولة هالبنت هاي، شو بدي سوي معها هلأ؟ ما فكرت انه جيران جدها دوشنا بوشه. خليني اجيب لك بالونيا. والله بدها تموتني هالبنت. كمان هي تعذبت بالمزرعة، مو حرام يعني؟ تفضلي إمية. لا بدي كولونيا ولا بطيخ. رح اجيب لك مي. وهالمسكينة مو حرام يضيع مستقبلها؟
شو بدنا نساوي؟ يمكن الزلمة يبطل كرمال هالشغلة التافهة، بس بظن بيمشي الحال إذا راحت واعتذرت. خلص أنا بحكي معه. ماما عاصي بتعرفيها مستحيل تعتذر. يسلموا على البكلة حلوة كثير أختي. شو أحسن ما موتك وليه؟ شو صار لكم يا بنات؟ تعرفوا إنه أبوكم رح يفلس بهاليومين؟ عندكم علم بهالشي؟ جمال أغا كسر صار المحصول والرومان اشتراه هو ممنوع. يعني فيك تقول إنه السيد إحسان طلع بالأخير خسران. والله الختيار طلع بلوي. بالأول باعك المزرعة، بعدين باع الغلة اللي من حق عاصي للرومان. بس أنا ما قربت على الغلة. أنا بعرف، بس عاصي ما بتعرف هالشي، مفكرة أنه أنت اللي بعته. صح، مع أنه ما لي علاقة بالقصة، بس وعدت براسي. معناتها كان مع حق بالشي اللي ساوته، ما فيك تلومه. يعني من وين بدها تعرف أنه جدة ورا هاللعبة هي؟ شو بيعرفها؟ والله شي بحيي، ما بعرف ليش هالزلمة بدي دور صهره. شغلة غريبة سيدي. هلأ بس نشوف جمال آخر، بنحاول نفهم منه الموضوع. ما بعرف على شو بدي لومك، علي ساويتي بأختك ولا علي ساويتي بالجماعة؟ ماما ولا عم تكبري الموضوع؟ ايه مزبوط. شو بكون؟ أنا عم بحكي مشان مستقبلكن. معناتها كريم ما بقى يجي. هذا اللي كنت خايفة منه، قلت لحالي راح ننحس عنكم. بس شو اللي صار؟ كل شي طار بالهوا. إن شاء الله تكوني مبسوطة من يلي عملتي. عرفتي هلأ شو يلي سويتي فينا حضرتك؟ شو يعني يلي صار صار، ما بقى يفيد الحكي. يلي بيسمعك بيقول اليوم كان رح يتجوزها، عن جد كبرتيها للقصة. إذا ما فكرتي بحالك فكري بأختك على الأقل، بصير تساوي فيها هيك. خربتي لك كل خططها لأمك. سكتي وليه؟ العمى ما عاد تستحيتي قليلة السرباية. ألو؟ طيب، فهمت علي. مرحبا، جاي فوق. أهلا وسهلا. أنا لازم روح على المكتب ضروري. ماشي، بعد إذنك جمال آغا. إذنك معك يا أبي. تفضل ارتاح أمير بيك. اللي إن شاء الله عجبتك المزرعة. جمال آغا، حفيدتك فهمت الموضوع غلط. أي وحدة منهم؟ أكيد قصدك عاصي. إيه عاصي، فكرتني تصرفت بالغلة أم هدت السياج. ما حدا بيعرف شو ممكن تساوي هالعاصي، بس خليني إلك هالشغلة. من وقت ما كانت هالبنت صغيرة كان قلبها قوي، واثقة من حالها ورافعة أنفها لفوق، وما حدا معبي عينها. يا ريت لو إحسان يفهم هالشغلة هي عن جد. لو يترك الإدارة بإيد عاصي كنت شفتهم بغير هالوضع. هاد أنا بعرف ومتأكد من هالشي، بس المشكلة بصهري، مستحيل يوافق. بحياتي ما شفت أعند من هالزلمين. جمال آخر، برأيك محرزة توصلوها لهون؟ لو أعطيتونا الغلة ما كان صار اللي صار، ليش سويتوا هيك؟ في عداوة بيننا. بتقلي معقول في عداوة بينك وبين صهرك؟ بقول لك ايه، بحب بنتي وحفيداتي اكثر من روحي، وهالامر مستحيل انه يتغير ابدا. بس هذا اللي اسمه صهري وحياتك ما بيسمع عندي ندله. مثل ما لك شايف، مشكلتي الاهم مع احسان. وهلا بدك تسالني ليه سويت هيك مع حفيدتك؟ بقول لك لو كنت بعرف انه عاصي رح تتضايق من بيع الغله كل هالقد، ما كنت بعتها ولا كنت زعلتها ابدا. هالبنت هي أعز وحدة بيناتهم كلهم. وهلأ بتمنى أنك تكون فهمتني.